طيب نوصل زميلتي العزيزة سلوى مونيا. مونيا مجددا مرحبا بك لحضورك معنا. كيفاش تابعتي أولا الأحداث واليوم بالنسبة لك هذا الحضور هنا في تونس معنا من أجل مساندة القضية الفلسطينية وش يمثل لك؟ وأيضا ربما لو تحكي لنا المتابعين ديالك لأنه عندك متابعين ما شاء الله عدد كبير من المتابعين، كيفاش راهم يتبعوا في هذا اليوم وكيف هو التفاعل أيضا تاعهم على المواقع؟ تفضلي. يعني ديجا شكرا على الاستضافة، ويعني لبيت الدعوة باسكو هو واجب، واجب لكل جزائري، واجب لكل تونسي، واجب لكل عربي وكل مسلم، يعني اللي راهو يشوف الظلم لو عايشونه اللي ما عايشونه اخواننا الفلسطينيين من الكيان الصهيوني. يعني انا ما يعني واش حبيت نوجه كرساله كيعني كممثله منشطه ومؤثره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه هذه الحرب كلنا رانا في هذه الحرب، كامل نقدروا نعاونوا، كامل عندنا صوت، كامل عندنا ناس يتبعونا، ناس راهم معنا كما قال لك مدابيا، رياضيين، فنانين، مغنيين، كامل عندهم صوت اللي يقدروا يلحقوه. اللي عندنا انا مثلا كمؤثره عندي عدد كبير من المتابعين، مي كاين مؤثرات واحد اخرين. يعني من جميع كيف هي الطريقه المناسبه حتى توصل الرساله؟ اليوم انت عندك مجال يعني ما شاء الله طويل في هذا العمل على مواقع التواصل الاجتماعي، افضل طريقه الان باش نوصلوا الرساله لانه كما قلنا هي حرب اعلاميه. هناك دائما من يحاول نشر معلومات غير صحيحه، معلومات محبطه، معلومات تضليليه. الان ما هي مسؤوليه من يسمون اليوم بالمؤثرين؟ هذا وقت التأثير. مونيا، أنا نحب ندعم صديقتي وزميلتي مريم. البارح فما خبر شفته في إحدى القنوات أنه المسؤولين في الكيان الصهيوني اجتمعوا بالمؤثرات لنشر الصور، يعني هم مش مؤثرات، مجندات بالنهاية، لنشر الصور اللي فيها تشويه واللي فيها تشويه للمقاومة. أنتن المؤثرات. أنا نقولها منذ قليل، نحكي أنا والأستاذة مونيا وتعرفت عليها وسعيدة بهذه المعرفة. الأستاذة مونيا عندك 4 ملايين متابع على وسائل على الانستغرام. هالأربع ملايين أنا متأكدة أنه يمكن الرسالة اللي يسمعها من عندك أنت أقوى من رسالة السياسي. صحيح. بكثير. هنا لكن المؤثرات للأسف متهمات اليوم بغياب الوعي، الكثيرات منهن أنا ما لا أعمم لكن موجود. اليوم أنا نحب تبعث رسالة لزميلاتك في هذا المجال وأيضا إلى المتابعين، ما همش شوية 4 ملايين، تعرف 4 ملايين كان من سياق وراء كل ما ينشر وينشر. نعم، يعني كل ما تنشره مؤثرة معروفة مشهورة سينشر ويؤخذ على أنه أساس أنه معلومة صحيحة. بلدان وحد أخرى يتابعونا، يعني إحنا أنا كجزائرية يتابعوني من الجزائر ويتابعوني من بلدان طبعاً أخرى. يعني طبعاً يعني فو سافوار كو الكيان الصهيوني ديتيان لي ماس ميديا، هما اللي عندهم لي ميديا. دونك يعني دوك أنايا جون أبال على لوجيك دي جون سي توتافي نورمال. دوك أنايا كي توري لي تيل أفيف وتوري لي غزة، كي تشوف تل أفيف عندهم الماء الالكتريسيتي لو غاز، عندهم كلش، وتشوف لي غزه ما عندهم والو، وتتهمهم باللي هما لي تيروريست وبلي هما الوغ كو سي او لي فيكتيم، وتقول باللي انا هو لا فيكتيم. يعني ميم لو موند انتي يعني راهو يغمض في عينيه ويقول لا لا نو. كمؤثره يعني وكمؤثرات اللي راهم يتبعوا فينا ولا راهم يشوفوا فينا، السكوت على الظلم لي انا كفاعله. يعني دوك انتيا ما راكش تعاوني لو كان تقول لك وي بلا، لو كان ميم يعني بالك لي يقول لك نخسر بالك دي مارك، بالك نخسر دي بروجي، بالك نخسر ماليش خسري، بصح راكي ساكته على الظلم. حنا كجزائريين قرينا وتربينا على فلسطين، وكنت نهضر معاك سلوى ملي كنا صغار يعني في التاريخ، ولا فلسطين خاوه حنا نكبروا عليها. يعني ميم دون لي ستاد دو فوت تشوفيهم يغنيو فلسطين الشهداء كل يوم، نخرجوا كاين دائما علام تاع جزائري معاه علام تاع فلسطيني، تربينا عليها. حتى فلسطين ترفع في المظاهرة الجزائرية في المظاهرات، دائما واقفين معاهم ودائما نوقفوا معاهم في المواعيد الرياضية. بيان سور حنا شفنا باغ اكزومبل حنا في الجزائر عندنا دي باج اللي راهم يحطوا جوستومون دي سيليبريتي اللي يقولوا لك راهم يدعموا الكيان الصهيوني. ديزابوني فو، انا جو سوي بو ديزابوني فو، ما تسحقوهمش. يعني حنايا يلزم الصوت تاعنا يلحق لو بلوس بوسي باسكو لا غالب كيما قالت لك الاخت سلوى، حرب غير متوازنة. هما راهم عندهم بلوس سي نورمال، كي تقول لي دوكا هما عندهم جيوش وجيوش
الجيوش مراهم، ما تقدرش تكون انت هو لا فيكتيم. نعم حتى اللي يفهم كلامك خطا مونيا، مش ما نحتاجوهمش، نحتاجوهم لكن هم يغلقوا احنا نفتحوا صفحات جديده من اجل التعبئه لفلسطين. نعم قلت لك يغلقوا التلاميذ اللي بغيتي اللي يدعموا الكيان الصهيوني. حتى لا يفهم كلامك، نحن بحاجه اليوم للمتابعين، لكل المتابعين، لكل المتابعين بحاجه، لانه هناك حرب اعلاميه كبيره جدا على المجتمع. ولذلك حتى يغلقوا، هم يغلقوا احنا نفتحوا، هم يهدموا واحنا نبنوا، واحنا ما زلنا هنا إن شاء الله حتى انتصار قضيتنا. نعم. قضية كل الجزائريين، كل التونسيين، كل العرب. مشاهدينا فاصل ونعود. بقوا معنا.